طبعا الناس كلها بتتكلم عن الطيار محمد أباظة، زي ما احنا بنجيب لكم النماذج السيئة والقبيحة والسوداء التي تمارس الإرهاب المسلح في مصر، لكن في نماذج مضيئة. الناس كلها بتتكلم عن الطيار محمد أباظة اللي كان في رحلة من الطائف للقاهرة، ففي أحد الركاب جات له أزمة قلبية فهبط به في مطار شرم الشيخ وانتظر حتى علاجه. القصة هتشوفوها في هذا التقرير، وبعدها هنعمل معاه مكالمة عشان نحيي هذه النماذج ونسلط عليها الضوء. أبناء مصر الشرفاء وخيرة رجالها لا يكفون عن ضرب المثل في الرجولة والخلق النبيل مهما كانت الظروف. كابتن طيار محمد أباظة أحد الطيارين بالشركة المصرية العالمية للطيران، يوم الجمعة كان في رحلته قادما من الطائف بالمملكة العربية السعودية قاصدا القاهرة، وبالتحديد فوق مطار شرم الشيخ. بلغه أن هناك راكبا مصريا يبلغ من العمر 60 عاما يتعرض لأزمة قلبية حادة، فأمر طبيب الطائرة بالكشف على المريض، وبالفعل أكد الطبيب أن الرجل يحتاج إلى مستشفى في أسرع وقت. فلم يتردد كابتن الطائرة في تغيير مسار رحلته ليهبط في أقرب مطار حتى يسعف الرجل، وبالفعل تابع مع برج المراقبة التابع لمطار شرم الشيخ، وطلب تحضير إسعاف مجهز لاستقبال المريض بمجرد هبوط الطائرة. فاستجابت الأجهزة المعنية وتم استقبال الرجل، وكان الأنبل من الطيار أنه لم يترك الرجل ويكمل رحلته، بل انتظره أكثر من ساعة حتى صعد الرجل مرة أخرى واستكملت الطائرة رحلتها إلى مطار القاهرة. العبرة من هذا الموقف النبيل أن أبناء مصر حياتهم غالية لا تهون أبدا، ودمائهم ليست رخيصة، وإن كان هناك فروع فاسدة ففي المقابل دائما جذور أصيلة غنية بالأخلاق والمبادئ لم تستطيع الأزمان ولا الأزمات أن تغيرها. مها سراج، 10 مساء. كابتن طيار محمد أباظة. كابتن محمد أهلا بيك. مساء الخير يا فندم، إزاي حضرتك؟ مساء الخير كابتن محمد. طبعا احنا اهتمينا بالموضوع لانه وجدنا ان المشاهدين المواطنين سبقونا في التعليق عليه على مواقع التواصل الاجتماعي اهتمام كبير، وهذا الاهتمام ايجابي لانه الحقيقة نحتاج لتسليط الضوء على هذه النماذج. قل لي كابتن محمد، يعني الموقف كما عايشته، وهل من التقليدي انك تستخدم هذا الاسلوب ولا تكون مقيدا باجراءات معينه؟ يعني كيف تمت الرحله وكيف واجهت ازمه شعور راكب بازمه قلبيه وبحاله صحيه متدهوره؟ هو طبعا حضرتك اللي حصل ده وارد ان هو يحصل مع اي حد، واي انسان طبيعي مش هيسيب حد قدامه بيتاذى وهو ممكن يلحقه وهيسيبه يحصل له حاجه وحشه، يعني قدر الله يعني. وده بوليسي في اي شركه طيران في اي حته في العالم، لو في راكب تعبان ولازم تسعفه انت لازم تسعفه، لان هو في الاخر مسؤوليتك، لان انت كطيار او كابتن طياره انت مسؤول على كل الناس اللي على الطياره. فاحنا عملنا الاجراء الطبيعي اللي اي حد هيعمله، وانا متاكد من الكلام ده ان فعلا اي حد هيعمله في اي شركه طيران سواء بره مصر او جوه مصر. لا يعني هنا انت لا تكون مقيدا بقواعد معينه، هي المساله متروكه لاجتهادك، لانه حد تاني ممكن يقول يعني كيف اهبط بالطائره، طب الركاب التانيين ذنبهم ايه، طب انا لازم اتلقى تعليمات من الشركه. ما هو التعليمات اللي بتبقى متروكه للطيار من الشركه بتاعته في الحالات دي بيبقى فيه زي بروسيجر معين بنتبعه في هذا الموضوع. يعني حقيقة انا اخذت راي الدكتور، وبعد ما اخذت راي الدكتور اخذت راي كبير طاقم الضيافه، واخذت راي الطيار المساعد اللي معايا، واتكلمنا ولقينا ان خلاص الراجل حياته مش هتسمح، او يعني وضعه
الصحي مش هيسمح ان احنا نكمل بيه، فنزلنا في شرم الشيخ لان هو ده كان اقرب مطار ممكن ننزل فيه، يعني دي حاله طارئه. ففي الحالات الطارئه بيبقى القرار دايما متروك لقائد الطياره لان هو بيبقى اللي محطوط في الوضع ده. طيب الهبوط الاضطراري ده يعني ليس سهلا، يعني كمان يتطلب اجراءات معينه. هو طبعا يتطلب ان احنا نتواصل مع البرج المراقبه والملاحه ونغير الديستنيشن يعني جهه الرحله اللي احنا رايحينها، ونتواصل مع الناس ونبلغ واحنا بلغنا كمان الركاب، يعني احنا قبل ما ننزل بلغنا الركاب ان احنا في معانا حاله مرضيه على الطياره والحاله دي محتاجه رعايه طبيه دلوقتي، فاحنا هننزل في مطار شرم الشيخ علشان الراجل ده يعني يتوفر له الرعايه الطبيه اللي هو محتاجها. طيب الجديد ايضا انك بقيت معه حتى علاجه ثم صعد الى الطائره من جديد واكمل رحلته. احنا يعني الحمد لله ونحب نشكر جدا جدا مطار شرم الشيخ بالتجهيزات اللي فيه بكل الناس اللي جم، لان احنا فعلا احنا اول ما بلغنا مطار شرم الشيخ لقينا من اول برج المراقبه لغايه الاسعاف اللي تحت الطياره الموضوع حصل في وقت قياسي جدا جدا جدا، يعني ولا كان الواحد في اوروبا. فعلا لفينا ونزلنا وكان في مساعده واسيستنس فظيعه، واول ما نزلنا لقينا عربيه الاسعاف فعلا واقفه تحت الطياره، الباب اتفتح طلع الدكتور استلم المريض نزل بيه على عربيه الاسعاف، عمل له الاسعافات المطلوبه، اداله الادويه المطلوبه واداله اطمن عليه، وقال لي خلاص الدكتور قال لي الانسان ده خلاص الحته الحرجه الكريتيكال اللي كان ممكن يحصل فيها حاجه عدت والحمد لله بسلام، والراجل ده ست فلاي ممكن يطلع يطير تاني. واخدنا الورق واستنينا الراجل لان الموضوع ما اخدش كتير، يعني هو الدكتور قال لي احنا حتى مش محتاجين ننقله للمستشفى، خلاص احنا يعني عملنا له اللي كان محتاجين نعمله، والكريتيكال يعني الوقت الحرج اللي كان ممكن يحصل خلاص الحمد لله عديناه. طيب هنا بقى بقية الركاب هل تعاملوا مع الموقف بتذمر ان انتوا عطلتونا اخرتونا؟ بالعكس يا فندم، احنا يعني حضرتك عارف الشعب المصري صعب، شعب طيب قد ايه وكلنا بنحب بعض قد ايه، فبالعكس لما الركاب طلعوا سقفوا له واحنا نازلين قلت لهم من فضلكم خلوا الراكب قاعد لغايه لما ينزل، وانا طلعت وقفت معاه، وكل ما كل الركاب اللي كانوا نازلين من على الطياره طبطبوا عليه وحمد لله على سلامتك يا حاج، الحمد لله على سلامتك، وفضلنا قاعدين معاه وهزرنا معاه وفضلنا ماشيين معاه لغايه لما وصل لغايه الجوازات. يعني حتى لما وصلنا عند الجوازات الركاب من نفسهم وسعوا له، بقول له اتفضل حضرتك اول واحد في طابور الجوازات، وده كان حاجه ظريفه جدا من الناس انها تعمل. والله انت بتكلمني عن حاله مبهجه ومبهره، اشعر وكانه هذه الواقعه تمت في كوكب اخر من كثره ما نشاهده من قبح ومن عمليات ارهابيه واجراميه ومن حاله كراهيه عند البعض، بقينا نتعامل مع هذه الحالات اللي بنسلط عليها الضوء كأنها لم تعد موجودة في المجتمع، لكن احنا بنسلط عليها الضوء عشان نؤكد انها موجودة في المجتمع، وانه هذا النموذج من الحب والعطاء والتضحية والتفاني في خدمة الآخرين حتى لو كان الموقف بسيط. بعض الناس ممكن يقول لك يا أخي في مواقف أفضل من ذلك، لا نعم حتى لو كان الموقف بسيطا لكن فيه من النبل وفيه من العطاء وفيه من الحب ما يكفينا أن نسلط عليه الضوء. كابتن محمد بتوجه لك بالشكر، ما فيش شك أنه الحالة اللي بنتحدث عنها إحنا ليه تمينا بيها، لأنه وجدنا اهتماما كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الموقف، وده قلنا لا احنا هنسلط عليه الضوء. وبشكر الزميلة رباب رجب لأنها هي التي تمكنت من الوصول إلى الكابتن طيار محمد أباظة، لأنه كنا في حاجة إلى الوصول إليه وأن نستمع إليه، لأنه اعتدنا زي ما انتم شايفين إرهابيين وقتلة وسفاحين ومجرمين وحالات اغتصاب وحالات إجرامية كثيرة، فلما نلاقي صورة مضيئة لابد أن نصدق.